محمد من صغره اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. انا اللي زملكاوي. هقول لك الحقيقه، انا اللي كنت زملكاوي. لما راح الاهلي انا ما اعرفش بتشجع الاهلي، يعني انا طبيعي كده بتشجع الاهلي. طب اقول لحضرتك الحاجه دي يعني زحمه ما زحاش، انا لا عارف انا نفسي اهلاوي ولا زملكاوي دلوقتي. تشجع الخليج يعني خليج السعودي مش الخليج كله. الخليج السعودي. ما فكرتش في فتره الانتقالات وجاي له عرض من الزمالك وبيراميدز وبمبالغ كبيره، انتمائك للزمالك شويه ما خلاكش تقول لمحمد ما توافق على عرض الزمالك؟ لا، اما الزمالك نادي كبير، مش تقليل من نادي الزمالك، بس محمد احنا بنحترم التعاقد، بنحترم كلمتنا. لما محمد قال الجنيه ب 10 في الاهلي، هي الجنيه ب 10، الجنيه ب 100، احنا بنحترم التعاقد بتاعنا. في سنه للخليج ياخد حقه، والخليج هو صاحب التصرف مش احنا، يعني احنا ما نقدرش ان مثلا نعمل مشاكل وكده عشان نمشي. لا، ناخد تعاقد سنتين، هما سنتين يلعبوا ياخدوا حقهم. لو جاله الزمالك وبيراميدز ومفيش الاهلي هتختار له ايه؟ اللي هو اللي يختار مش انا. هو اللي يختار. بس انا يعني الزمالك مستبعد شويه عشان خاطر هو حطم، هو رمس ويرجع الاهلي، هو حطم ارقام في الاهلي وعاوز يكملها.